صباحكم الكل خير ومحبة. 1831 هذا هو العام اللي باش تهزنا ليه الماكينة. أيا شدوا رواحكم توب ديبار. بأمر من حسين باي تعمل في عام 1927 علم تونس وتم اعتماده رسميا عام 1831 بقرار من أحمد باي الأول. ومن وقتها وتونس عندها نفس العلم المفدى الكل أحمر في الوسط دورة بيضة فيها نجمة بخمسة حمراء ومعنقة هلال. وكما نعرف الكل العلم التونسي يشبه للعلم التركي والحكاية سهلة. ما هو العلم التونسي تعمل في وقت اللي كانت إيالة تونس تابعة للإمبراطورية العثمانية اللي هي تركيا. يا أخي ما بعدوش بعيد عملوا علم يشبه للتركي خاطر كيكا الحكاية أسهل. فاش قام الابتكار والإبداع وتكسير الكراي هاوكا بدل فاستين ثلاثة وخبزك مخبوز وزيدك في الكوز. هاي هالعلم قعد إلى يومنا هذا. لكن ما بين عام 1881 وعام 1956 الفرنسيس الحلالف جاءوا في الكوان الفوقاني على اليسار وحطوا درابو متاعهم الحك والدك والركاكة بعين. زعما احنا مستعمرينكم ندوروا لكم خواتركم وخواتر العالم نتاعكم. ايا برا يا زمان ويجا يا زمان. وبما انه ما يدوم في الواد كان حجروا رجعت البلاد لما لها ولات تونس مستقله يا بومبك. ساعة هك العالم الفرنساوي اللي كان مقايل الفوخ علم تونس قام خسر يجيب الماء والصابون وانصرف على روحه وقعد العالم التونسي لليوم شامخ على نفسه. وزيد فوق من هذا الكل تكتب في الدستور ما بين 1973 و 1974 على الشعرة ولا تبدل مرة أخرى خاطر تونس وقتها كان باش تدخل في وحدة مع ليبيا لإنشاء الجمهورية العربية الإسلامية. وبما أنه مشروع الجمهورية تحت الماء حتى من العالم مشروع الجمهورية تحت الماء زادة. للي ما يعرفش الرمزية متاع العالم نقول له أولا نهيب عليك ثانيا هاو الرمزية متاع علم تونس يرمز. أي ركز. اللون الأحمر يدل على دماء الشهداء اللي دافعوا على الوطن. اللون الأبيض يرمز للسلام والأمان. الهلال يدل على الانتماء العربي والنجمة تدل على قواعد الإسلام الخمسة. أي ردوا بالكم على رواحكم الماكينة باش ترجعكم لزمانكم في 3 ثواني. 3 2 go.